بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا الطلبة، اليوم نكمل الجزء الثاني من الاكزامبلز لتطبيقات المحاضرتين السابقة اللي هي المحاضرة رقم 9 والمحاضرة رقم 10. المثال الثالث الموجود هنا بيقولنا the equilibrium distribution of solute A between air and water at low concentration at a particular temperature is given below y equal 1.2 في x. هنا دا يقول لنا بانه عندنا محلول من الغاز يحتوي على الغاز A في تماس مباشر مع السائل، ويكون هذا التركيز هذا المحلول هو تركيز قليل، وعندنا هنا معطينا معادلة y يساوي 1.2x. هاي المعادلة هي تدعى بالإكليبريوم إكويشن. بالسؤال السابق السؤال رقم 1 معطينا ديتا بين الx والy، هنا معطينا معادلة بين الy والx، هي نفس الشيء طلاب، بس هنا كانت الديتا جاهزة بالإكزامبل رقم 1، هنا ديتا لازم احنا نسويها في حال احتياجنا إلها، أو عن طريق هاي المعادلة راح نوجد المتغيرات مثل متغير الـ XAI أو YAI أو XA star YA star، وهسه راح نشوف بالحال شلون راح نستفاد من هاي المعادلة. إيش قال لنا بالسؤال؟ هنا قال لنا بأنه a certain point عند نقطة معينة، عند نقطة راح يصير عندنا انتقال الكتلة، الـ concentration مال المادة A وين؟ بالاير هو 0.04 مول فراكشن، معناتها هذا 0.04 هو واي اي بي او واي اي، هاي الواي. في نفس النقطه عندنا راح يتحول الى ليكويد فيز ويدخل في داخل السائل الى ان يوصل الى كونسنتريشن نهائي هو 0.025. إذا هاي الـ 0.025 اللي معطينا إياها هي XA أو الـ XAB. أوكي طلاب. In which direction does the transport of the solute A occur؟ يعني هنا سؤال هذا يقول بأي اتجاه راح ينتقل الغاز from the gas to the liquid or from liquid to the gas، يعني عملية الانتقال راح تكون من الغاز للسائل او من السائل للغاز. معناها احنا ما نحدد لنا النوع، احنا راح نحدد شنو على ضوء اللي راح نحصله من النتائج. المطلوب الاخ calculate the overall gas phase and the overall liquid phase driving force for the mass transfer. من يقول overall يعني اكو، بس شنو دا يطلب من عندنا؟ driving force طلاب، مو الكوفيشنت. لو قايل الكوفيشنت كان لازم نوجد ال K O Y أو ال K O X. إحنا driving force، ال driving force ال overall حسب نوع الفيس اللي أنا موجود B. يريد الغاز فيس، من يطلب الغاز فيس ال overall drive للغاز فيس هو يبدي الغاز فيس من ال Y A ناقصا ال Y A star، هذا الغاز. الليكويد بالعكس XA star minus XA، هذا الليكويد. هذا المطلوب الثاني. طبعا الـ YA يعني والـ XA مطيني اياه بالسؤال، المجهول اللي عندي XA star الـ YA star والـ XA star، هذني مجاهيل، وسنعرف منين نطلعهن. بعدين at the same point the local individual mass transfer coefficient مطينا ال ky ومطينا ال kx، بس عندنا ال ky وال kx individual طلاب مو overall. من يقول individual فال k بدون o، من يقول overall يصير koy او kox. وايضا طالب من عندنا the interfacial concentration in the both gas and liquid، يعني معناته شيء يريد ال XAI وال YAI.
طالب من عندنا. The overall mass transfer coefficient. The overall هنا بس رمز لك K capital X و K capital Y. المفروض هنا إذا إحنا تعلمنا KOX و KOY هاي الـ overall أنا نكون رموز موحدة إنه. بس هنا هو مو نفس الـ KX هاي الـ KX هاي الـ K شوفوا هنا small K هنا capital K على مود هنا هو رمز له بهذا السؤال بس إحنا تعودنا نأخذ KOX أو KOY في حالة من يطلب من عندنا الـ overall local mass flux. من يقول local mass flux يعني يريد شنو individual. من يستخدم overall من يريد local. طالب من آخر مطلوب which resistance control the rule of mass transfer. هنا بالسؤال الأخير بالمطلوب الأخير يقول أي مقاومة هي اللي تسيطر على عملية الانتقال. قلنا مثل بالسؤال السابق اكو عندنا نوعين من المقاومه، المقاومه بالغاز فيس ريزيستنس ومقاومه بالليكويد فيس. فاذا لازم نطلع المقاومه بالغاز فيس ونطلع المقاومه بالليكويد فيس ونشوف ايهما هي المسيطره على العمليه. بالحل اول مطلوب هنا شو يقول لكم باي اتجاه هيصير عمليه الانتقال. اي اتجاه يصير عمليه الانتقال شنو معناتها؟ معناتها احنا راح نشوف نختبر الكونستريشن ياهو الاكبر هو راح يصير بعملية الانتقال. نجي الواي بي او الواي اي المطنية 0.04 راح نستخدم هاي المعادلة. اش راح نطلع من عندها؟ هاي المعادلة طلاب اذا اريد من عندها راح نطلع ات اكوليبريوم. راح نطلع من عندها ات اكوليبريوم. شنو ات اكوليبريوم؟ إذا أريد أستخدم هاي المعادلة، إذا أريد أطلع إكوليبريوم بالليكويد يعني خليلها ستار الواي مع خليلها ستار، فصير المعادلة بهالصيغة. إذا أريد أسويها بالعكس، أريد أخلي الواي أي الواي بي يصير ستار، لازم الإكس بي بدون ستار. فواحدة من عندهم، من إحدى من عندهم تضع بالمعادلة الستار وليس اثنيناتهم، حسب ما أنا أريده. أريد راح أطلع ال x b star معناتها ال y b بدون star. ال y b بدون star انا عندي ال y b معطيني اياه بالسؤال، راح اقدر اطلع ال x b star. ال x b star من هاي المعادله طلعتها، طلعت ال x b star احب اقارنها ويا من؟ ويا ال x b اللي معطيني اياها اللي هي 0.025. اشوف بانه ال x b at equilibrium اكبر صحيح من الـ XB. هاي الـ XB هي الناتج النهائي، هاي الـ XB star اللي هي عند التوازن. معناتها أنا الـ XB star أكبر من الـ XB، معناتها أحتاج بعد أكثر انتقال للغاز أي حتى أوصل للتوازن. من وجدت الـ XB التركيز النهائي هو أقل من التوازن، معناتها أني أحتاج بعد عملية انتقال للمادة A من الغاز إلى السائل على مود أوصل للتوازن، وبالتالي حيكون الحركة الغاز phase to the liquid phase على مود أوصل للتوازن، أوصل إلى الـ XB star. لأن الـ XB star 0.033 والـ XB اللي هو متوازن 0.025. إذن أنا أحتاج بعد من مادة A تنتقل من الغاز على مود أوصل للتوازن. أوكي طلاب؟ المطلوب الثاني يريد الـ driving force at equilibrium. الـ driving force at equilibrium للغاز phase مثل ما قلنا YB ناقصا YB star. الـ YB مطينا إياها وال YB star أنا قدرت أوجدها. من أوجدها؟ أوجدها من المعادلة. المعادلة تقول من أحتاج ال YB star هو عبارة عن 1.2 في XB. 1.2 في ال XB. XB مطينا إياها بالسؤال عندي أنا. وبالتالي هذا هو
ال اكس بي راح اوجد الواي بي ناقص الواي بي ستار. اما من ليكويد فيس حيكون بالعكس، الاكس بي ستار ناقص الاكس بي. اكس بي ستار انا وجدتها سابقا 0.033 ناقص الاكس بي اللي هو مطيني بالسؤال، هذا هو الدرايفنج فورس في حاله اذا كان عندي شنو اوفر اول. المطلوب الثاني، المطلوب الثاني العفو مو المطلوب الثاني، المطلوب هيبني بالمطلوب كتسلسل اللي هو الاي، اللي هو ايش طالب من عندنا هسه؟ طالب الانترفيشال كونستريشن اللي هو موجود على السطح. اذني اقدر اوجدها عن طريق الرسم، بس هنا راح اوجدها عن طريق الماس ترانسفير او ريت اوف ماس ترانسفير. الريت اوف ماس ترانسفير حساوي معادلتين بالغاز فيس اللي هي هاي، وهاي يساوينا بالليكويد فيس كانديفيدوال. ليش؟ اذني معادله هذا قلنا الغاز فيس وهاي المعادله بالليكويد فيس. الغاز فيس هو كي واي مضروب في درايفنج فورس واي بي ناقص الواي اي. الواي بي هنا نقدر نقول عليها نفسها هي هاي الواي بي ناقص الواي اي يساوينا الكي اكس مضروب في الاكس اي ناقص الاكس بي. بالعكس الدرايفنج فورس مال الغاز راح بالليكويد فيس راح ينقلب. انا اريد الواي اي اي واريد الاكس اي اي، المفروض الباقي كل شيء متوفر عندي. الكي واي والكي اكس مطيني اياه بالسؤال، الواي بي والاكس بي مطيني اياه بالسؤال، بقال الواي اي اي والاكس اي اي. من عوضت الارقام صار عندي هاي المعادله بهاي الصيغه، ارتبها صارت عندي هاي المعادله. هاي المعادله العفو هاي المعادله قبل شنو عندي المجهول هسه؟ واي اي اي عندي مجهول والاكس اي اي عندي علاقه منطنيها سابقا اللي هي هاي بالسؤال. هاي العلاقه الواي اي اي اعوض عنها بما يساويها هنا، هنا اعوض عنها 1.2 اكس اي، فصارت العلاقه كلها بدلاله منو الاكس اي. فاحلها راح يظهر لي قيمه الاكس اي. من ظهرت قيمه الاكس اي وين اخذ الاكس اي؟ اعوضها بالمعادله مال الاكوليبريم راح يطلع لي منو الواي اي. هذا هو الانترفيشال كونستريشن. المطلوب الثاني اللي هو البي يريد الاوفر اول ماس ترانسفير كوفيشنت ات الغاز فيس وات الليكويد فيس. الاوفر اول ماس ترانسفير كوفيشنت اللي هو هذا واحد على كي الواي، هو هذا الاوفر اول ماس ترانسفير كوفيشنت. انا خليت لكم اياها اللي هو نفسه هذا كي كابيتال اللي هو نفسه كي اوفر اول ماس ترانسفير كوفيشنت ات الغاز فيس يساوي واحد على كي واي زائد ام على كي اكس. هاي الانديفيدوال شوفوا الكي اللي موجودات هنا هي اصغر كاتبها من الكي موجود هنا. انا بدي اميز لكم اذن الانديفيدوال وهذا الاوفر اول، بس احنا بعد ما نكتب كي كابيتال لا احنا نكتب كي او واي. الكي واي والكي اكس معطيناها بالسؤال، والام اللي موجود هنا اللي هو السلوب احنا بالجزء الاول من المحاضره الام هو وجدنا عن طريق القانون لان ما كان عندنا معادله، بس هو الام هو نفس الام اللي موجود قلنا معطيناها حسب المعادله معطيناها بالسؤال اللي هو 1.2، فعوضها وجدنا قيمه ونقل بها قيمه الكي اوفر اول على الغاز فيس. نفس الحاله بالنسبه للليكويد فيس، بس طبعا القانون هو يختلف لان لاحظوا الام وين موجود هنا، نفس الام نفس الكي نفس الكي اكس في حاله الكي اكس او كي واي راح اوجد كي اوفر اول ماس ترانسفير كوفيشنت. هذا الماس ترانسفير كوفيشنت اوفر اول. المطلوب الثالث يريد من عندنا انديفيدوال ماس ترانسفير ريت يعني الان اي. الان اي بنطول انديفيدوال هو القانون المعروف ات ما ذكر او حتى لو ذاكر ات الغاز فيس او الليكويد فيس. هنا ما ذاكر يمكن هنا راح نكتب ات الغاز فيس اللي هو قانون كي واي واي بي ناقصا الواي اي واي اي. الكي واي معطيني اياه بالسؤال، الواي بي معطيني اياه بالسؤال، والواي اي انا وجدته من الفرع اي، فاعوض راح اوجد قيمه الان اي. هنا يقول لكم المقاومه تاثر عليها شنو؟ مثل ما اخذنا سابقا لازم هاي نوجدها قيمها قبل ما نعوضها.
لازم بأنه إيش دي يقول؟ دي يقول أي المقاومة هي للسيطر أكثر، مقاومة من جهة الغاز فيس أو مقاومة من جهة الليكويد فيس. أي مقاومة هي إحنا نريد نوجدها، مقاومة مثل ما قلنا مقاومة الغاز هي 1 على كي واي، ومقاومة الليكويد هي ام على الكي واي، ومقاومة الأوفر أول 1 على كي أوفر أول إذا كانت للواي. فنجد في حالة الغاز فيس كمقاومة هي نسبة جزء على كل، جزء هو مقاومة الغاز فيس 1 على كي الواي، على الكل هي المقاومة الكلية لل اللي هو 1 على كي أوفر أول الواي. طبعا هذين القيم لازم نوجدهن إن نحصل على القيمة النهائية، هاي 0.347 هاي وين؟ هاي بالغاز فيس. نفس الحالة بالليكويد فيس، بالليكويد فيس المقاومة هي 1 على كي اكس كإنديفيدوال، هذا الجزء على الكل 1 على كي الأوفر أول كي او اكس. سيقول وين راح الام؟ مو اكو، اذا لازم اخلي هنا ام كجزء، ايضا موجود الام موجود بالكل، فيلغي الام من الفوق والجوه، فما اكو داعي نكتب الام بالليكويد فيس في حالة اذا اريد اطلع المقاومة بالليكويد فيس. فما طلعنا طبقنا الداتا الموجودة وجدنا المقاومة هي حتكون بالليكويد فيس هي 0.653. من اريد اقارن بين المقاومه الموجوده بالغاز فيس والليكويد فيس بانه لاحظنا بان الغاز فيس هو الاكبر، معناته راح عمليه الانتقال للغاز اي في حاله الغاز فيس تكون اكبر مقاومه راح يلاقي مما هي موجود عليه بالغاز فيس. هذا هو السؤال. السؤال الرابع بالاحرى اللي هو السؤال الثاني بهذا الجزء من المحاضره، نفس الـ تقريبا المعطيات مالتنا. عندنا solute A is being absorbed from a mixture with an insoluble gas is a falling film of water at 30 centigrade and a total pressure of 1.45 bar. ايضا المادة A راح تنتشر بسائل دا يسقط موجود عن طريق سواء كان tube او flat plate. الكونديشن مالتي طبعا السائل دا ينتشر بهذا السائل، عفوا الغاز ينتشر بهذا السائل، الكونديشن مالته 30 سنتيغريد والضغط 1.45. غاز فيس مال ترانسفير كوفيشنت مطينا اياها، مطينا قيمه الكي سي 90.3، مطينا بانه دا يقول لك عندنا 13.6% of the total mass transfer resistance lies in the gas phase. دا يقولنا بانه المقاومه من المقاومة الكلية 13% تقريبا 13.6 هي وين راح موجودة المقاومة بالغاز فيس. اوكي، مطينا هسه وراها مطينا الكونستريشن، الكونستريشن بالغاز فيس مطيناها 0.065، وايضا مطينا الانترفيشال كونستريشن اوف ذا سوليوت ان ذا ليكويد از ناو 0.0201 هاي بالليكويد فيس. مطينا الاكوليبريم اكويشن البي يساوي 3.318 في 10 اس 4 اكس. هنا نلاحظ بانه البي علاقه مطينا اياها ليس بين الواي والاكس، وانما مطينا بين البي والاكس، والبي هو بارشل بريشر والاكس هو السوليوبيليتي. مطلوب من عندنا the absorption flux of the gas at the given solution، يعني أنا يريد ال B يريد the bulk liquid concentration at that section، يريد ال XA. مطلوب الثالث overall liquid phase mass transfer coefficient، يعني يريد ال KOX. مطلوب الأخير the individual and overall gas phase driving force individual will overall driving force، بس يريدها بدلالة الدلتا بي والدلتا واي. اول شيء راح نوجد قيمة ال NA بالغاز phase، راح نوجد قيمة ال NA بالغاز phase. انا من اريد اوجد قيمة ال NA بالغاز phase، هذا هو القانون. NA شي يساوي KY مضروب driving force y b ناقصا ال y i. اني عندي ال y b
معطيني اياه الواي بي. الواي اي عندي لا ما معطيني اياه. الكي معطيني اياه، الكي ايضا معطيني اياه، صح لو غلط معطيني اياه. بس راح نشوف. نيجي اول شيء معطينا ايش دا يقول لنا البارشل بريشر، بما انه يعني البارشل بريشر ما عندي بالسؤال، شو احتاج من اوجد قيمه البارشل بريشر؟ البارشل بريشر احتاجه ليش؟ انا بالسؤال ما معطيني الكي، هذا الكي واي ما معطيني اياه طلاب، معطيني كي سي، هاي انتبهوا عليها. فمن انا احتاج بالسؤال لايجاد ال ان اي احتاج الكي واي، بس انا ما معطيني كي واي معطيني كي سي. العلاقه اللي تربط بين الكي واي والكي سي هاي العلاقه كي واي، شو يساوينا بي على ار في تي مضروب في الكي سي. انا الكي سي عندي معطيني بالسؤال، والار والتي الار حافظها والتي معطيني بالسؤال، بقالي البي. البي هي البارشل بريشر، اي بارشل بريشر مال اي غاز شو يساوينا بارشل بريشر؟ توتال بريشر في المول فراكشن. التوتال بريشر معطيني 1.45، المول فراكشن اللي اقصد به هو الكونسنتريشن، اللي هو كميه الكونسنتريشن وكميه الغاز الموجود بالغاز فيس معطيني 0.065. فالبارشل بريشر راح اقدر اوجده، فمن البارشل بريشر والكي سي معطيني والار والتي راح اوجد قيمه الكي واي. فاذا هذا الكي واي اول شيء وجدته لايجاد هذا. اوكي نيجي بعد شو احتاج؟ احتاج الواي بي، الواي بي معطيني اياه بالسؤال. بعد شو احتاج؟ احتاج الواي اي، الواي اي هو شنو؟ اللي هو تركيز الغاز ات الانترفيس، فاي تركيز او كمول فراكشن اوجد جزء على الكل، اقدر استفاد من هذا العلاقه جزء على الكل. الواي اي اللي انا اريده هسه هذا الواي اي، شلون اوجدها الواي اي؟ اوجدها من الجزء على الكل، جزء من البارشل بريشر على التوتال بريشر. البارشل بريشر على التوتال بريشر، زين انا هذا البارشل بريشر عندي لو ما عندي؟ انا عندي البارشل بريشر معطيني اياه from equilibrium relation، هذا معطيني اياه هذا البارشل بريشر. بيش اضربه في الاكس؟ الاكس اللي هو من هو الاكس اللي معطيني اياه بالسؤال اللي يقول لك at equilibrium. البارشل بريشر عوض بهذا القانون عندما الاكس يكون اكليبريوم، لان هو مطنيه بالسؤال، لان انا من اريد اوجد الواي اي الموجود هنا، هذا الواي اي طلاب الواي اي يكون ات اكليبريوم اللي هو ات الانترفيس، فاريد اوجد الواي، فاي واي هو مول فراكشن، والمول فراكشن هو جزء على كل، وبالتالي الواي اي هو جزء على كل بالنسبه للبريشر بي اي على تي اي. البي اي هذا انا ما عندي بالسؤال، هو مو نفس البي هذا الموجود هنا، هذا البي البارشل بريشر مال الماده اي موجود بالغاز فيس، بس هنا البي اي هو البارشل بريشر ات الانترفيس ات الاكوليبريوم. عاده من اوجدها اما من الرسم او من المعادله، من المعادله المعطينه اياها البارشل بريشر المعطينه اياها شو يساوي 3.3 في 10 اس 4 في اكس اي، هاي الاكس اي ات اكوليبريوم. الاكس اي المعطينه اياها بالسؤال هو اكس اي ات اكوليبريوم وليس الاكس بي ات ليكويد فيس، فالاكس اي المعطينه اياها بالسؤال اقدر استخدمها اللي هي ات اكوليبريوم، راح اطلع البي اي اللي هو ات اكوليبريوم. من طلعت البي اي ات اكوليبريوم راح اقدر اقسمه على التوتال بريشر، راح يطلع لي الواي اي. فهذا الواي اي طلعته وحصلت على كل المعطيات مال الفرع الاول، فاقدر اطلع الان اي الان اي. بس قبل هاي خلصتها، بس انوه على فكره بانه المعادله اللي معطيني اياها مثل ما قلنا هي المعادله بدلاله من هو اللي معطيني اياها؟ بدلاله شنو هاي؟ هاي المعادله اللي معطيني اياها بدلاله بانه البارشل بريشر البي ويا الاكس. انا عاده من اريد اخذ معادله اريد احولها واي ام اكس، يعني مو بي اكس واي ام اكس، فهاي البي انا شلون احولها الى واي؟ عادي اقسمها على التوتال بريشر. فالبي اي اللي عندي هاي البي اي المعادله كلها اقسمها على التوتال بريشر
راح تتحول الواي شو يساوي بي على بي توتال هو من هو واي المعادله 3. اقسمها على التوتال بريشر 1.45 بعد تحويلها الى اتموسفيريك او مليمتر زئبق راح يطلع لي الواي ام اكس فواي ام اكس وخلينا هذا إلها للإكس ستار لأنه الواي من جتيات إكوليبريوم فهاي هي المعادلة حولتها من البارشل بريشر إلى المول فراكشن واي يساوي ام اكس. هسه طالب الفرع الثاني طالب من عندنا بالسؤال طالب من عندنا إيجاد قيمة الإكس بي اللي هي إيجاد معناتها قيمة منو إيجاد قيمة المول فراكشن للمادة للمادة المنتشرة وين بالليكويد فيس. اوكي طلاب شو نوجدها؟ نوجدها عن طريق الانديفيدوال ماس ترانسفير اللي هو مال الليكويد فيس لان هو طالب الكونستريشن مال الليكويد فيس. الماس ترانسفير ريت شو يساوي لنا؟ كي اكس مضروب في درايفنج فورس اكس اي ناقص عن الاكس بي. الان اي هنا هي نفس الـ NA اللي أنا وجدتها بالغاز فيس هي نفس فلهذا أقدر أخليها هذا أول واحد وجدته هنا الـ KX ما موجود عندي بالسؤال والـ XI لا موجود عندي بالسؤال الـ XI مطيني إياه هو بالسؤال والـ XB هو اللي يريده إذا عندي فقط مجهول هسه الـ X الـ KX شلون نوجد الـ KX؟ ايش دي يقول لنا بالسؤال؟ ايش مطيني؟ اكو فد معلومه بالسؤال مطيني اياها يقول لك بانه 13.6 من المقاومه الكليه هي وين موجوده؟ بالغاز فيس. 13.6% من المقاومه الكليه هي موجوده بالغاز فيس. الغاز فيس هو اصلا شو يساوي لنا؟ 1 على كي واي مثل ما نعرفه. والكي واي انا وجدته سابقا هذا هياته. هاي هنا اللي هو قيمته 5.196 فاقدر اطلع قيمه منو المقاومه بالغاز فيس هاي المقاومه 0.19 بالغاز فيس اصلا هي المقاومه الكليه شو يساوي لنا المقاومه موجوده بالغاز فيس على المقاومه الكليه بالغاز فيس جزء الكل فالمقاومة الكلية 13.6% من جاية من الجزء على الكل مع المقاومة بالغاز فيس 13.6 عندي المقاومة الكلية 1 على كي واي اللي هي المقاومة بالغاز فيس عندي راح اطلع 1 على كي واي كمقاومة الكلية وجدت قيمة الكي واي هاي من هي راح توجد هاي المقاومة الكلية المقاومة الكلية شو يساوينا هاي شلون استفاد من عندها؟ ايش اقول؟ واحد ناقصا الغاز ريزيستنس في التوتال ريزيستنس يطلع لي من هو الليكويد ريزيستنس. واحد ناقصا الغاز ريزيستنس اللي هو شنو؟ 13.6 في التوتال ريزيستنس هسه وجدته راح اطلع راح يطلع هاي القيمه فهذا كله قيمته ايش قد؟ 1.2 اصلا الليكويد ريزيستنس اجي اعوض شنو قانونه مثل ما نعرف سابقا الليكويد ام على كي اكس ام على كي اكس هو كله بما يساوي 1.2 احنا وجدناه هسه الام انا اعرف ايش قد قيمته اللي هو نفس الام اللي هو هذا ال 30 هذا الام اللي هو بالمعادله راح اوجد قيمة الـ KX من وجدت قيمة الـ KX شقدر اوجد من هو من وجدت قيمة الـ KX اروح على المعادلة اجي هنا اعوضها وين هنا ومثل ما قلنا الـ NA وجدناه والـ XI مطيني اياه بالسؤال راح اوجد قيمة الـ XB فوجدت قيمة الـ XB هذا هو الـ XB. المطلوب C لإيجاد الـ Overall Mass Transfer Coefficient at Liquid Phase الـ Overall Mass Transfer Coefficient at Liquid Phase احنا نعرف هذا قانونه
واحد على K overall mass transfer coefficient يساوينا واحد على M في الكي واي زائد واحد على K في X. الام هو ناخذه من المعادلة الام والكي واي وجدته والكي اكس هسه وجدته، راح اوجد قيمة الكي اوفر اول اكس. المطلوب الاخير هو ايجاد الاوفر اول انديفيدوال او الاوفر اول ماس ترانسفير درايفنج فورس اوفر اول درايفنج فورس، بس يريده بدلالة الدلتا بي ويريده بدلالة الدلتا واي. راح نجي واحد واحد. اول شيء بدلالة المول فراكشن الدلتا واي شو يساوينا ك واي بي ناقصا الواي اي، الواي بي ناقصا الواي اي. هذا اول شيء، هذا هسه هذا انديفيدوال، هذا انديفيدوال. الانديفيدوال عاده واي بي ناقصا الواي اي. لو رايد اوفر اول طلاب، لو رايد اوفر اول شح يصير واي بي ناقصا واي ستار. لو رايد اوفر اول بس انديفيدوال واي بي ناقصا الواي اي، الواي بي مثلا بالسؤال والواي اي وجدناه سابقا. هاي بدلالة المول فراكشن. بدلالة البارشل بريشر دلتا بي هو دلتا واي، دلتا واي في التوتال بريشر. دلتا واي هي نفسها هاي في بارشل التوتال بريشر معطينها بالسؤال 1.45 وجدنا. اوفر اول درايفنج فورس الدلتا واي شو يساوي مثل ما قلنا واي البي ناقصين الواي ستار. الواي البي انا عندي الواي ستار منين اوجدها؟ اوجدها من القانون. الواي ستار يساوي الام في الاكس بي، الام اللي هي 30 والمعطيه انا يعني موجوده بالمعادله، والاكس بي انا وجدتها اللي هو هياته سابقا واجدها، فاطبقه اجيب الواي ستار اللي هي هاي انقصها من ال 0.065 فوجدت الاوفر اول درايفنج فورس بدلاله المول فراكشن. هاي طلاب نهاية المحاضرة لهذا اليوم، عسى ان استفاديتوا من المحاضرة السابقة وهاي المحاضرة اللي هي اربع اكزامبلات. طلاب انتبهوا على القوانين، انتبهوا هو شي يريد، يطلب منكم individual، يطلب منكم overall، كل حالة بما قانونها الخاص بيها. انتبهوا على الملاحظات اللي قلتها كلها، هاي كلها الملاحظات، وهاي الأسئلة الأربعة هي تقريبا أسئلة شاملة لكل الحالات الموجودة، بس تنتبهون حسب الحالة اللي موجود في حالة إذا كان عندكم الحالة الأولى أو الحالة الثانية اللي هي الـ NA يساوي لنا minus MB، أقصد بها الغاز ينتشر بالسائل والسائل ينتشر بالغاز، أو الحالة الثانية اللي هي الـ NA أو الـ N بي اللي هو السائل ما ينتشر بالغاز معناته يساوي صفر. الحالة الأولى بها داش، الحالة الثانية بدون داش. هذه الاختلافات حسب المعطيات تقدرون عندكم علاقات تحولوها. هذا هي الأسئلة تقريبا تضم 99% من الحالات اللي أقدر يمكن أن تلاحظوها في الأسئلة اللي تجيكم مستقبلا. فإن شاء الله متمنية لكم الموفقية والنجاح، والسلام عليكم.